وأنا في آخر اللقاء الماضي أو في نفس اللقاء ذكرت بأن بني أمية الغالب عليهم أنهم لا يوالون الإسلام، وبينهم وبين الرسالة والدعوة شحناء لم تنطفئ نيرانها ولم يهدأ أوارها. أذكركم بما قلت، النبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. عند عبد مناف قف، عبد مناف هذا يكون جد النبي عليه الصلاة والسلام. عبد مناف أنجب المطلب، عنده ولد اسمه المطلب، وعنده ولد اسمه هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنجب ولدا اسمه عبد شمس. ثلاثة أولاد، المطلب وهاشم وعبد شمس. عبد شمس أنجب ولدا اسمه أمية، وأمية أنجب ولدا اسمه حرب، وحرب أنجب ولد اسمه صخر، وصخر أنجب ولد اسمه معاوية. صخر هذا يكنى بأبي سفيان، أقصد حرب، حرب يكنى بأبي سفيان، أبو سفيان صخر بن حرب، حرب بن صخر، ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. شوف كم بين أبي سفيان وعبد مناف وبين النبي صلى الله عليه وسلم وعبد مناف. محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف، أبو سفيان ابن صخر ابن حرب ابن عبد شمس ابن عبد مناف، بينه وبين عبد مناف أربعة. كذلك أبو سفيان يلتقي نسب أبي سفيان بنسب النبي صلى الله عليه وسلم عند عبد مناف. قلت لكم بأن هذا عبد شمس وهاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم ولد توأمين ملتصقين ببعضهما، أجريت بينهما عملية جرى الدم، تشاءمت العرب، قالوا سيسيل بينهما الدم. عبد شمس أنجب ولد اسمه، قلنا اسمه أمية، فعاد يكون هاشم. هاشم إيش يخص أمية ابن عبد شمس؟ عمه. تعرف هاشم هذا اسم الحقيقي عمر، وهاشم سمي عمر، سمي هاشم لكرمه، رجل كان مسخاء معطاء مغزار مدرار مكثار، كان كريما سخيا وأطعم الناس، وسموه هاشم لأنه هشم الثريد لقومه، حتى قال الشاعر مادحا له: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مسرتين عجاف، سنت إليه الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الأصياف. فأمية بن عبد شمس غار من عمه، أمية ولد عبد شمس غار من عمه هاشم. كيف الناس يذكروا هاشم عمي بهذا الثناء ولا يذكرون أبي ولا يذكرونني، وكنا أولاد عبد مناف؟ فغار، فراح يعني يعمل أعمالا كأعمال عمه، فيكرم الناس ويعطيهم، فاجتمع عليه الناس وقالوا: أنت تغار من عمك هاشم وتريد أن تعمل مثله؟ قال: لا، هو كريم وأنا كريم. قال: نعم، ولكنه أكرم منه. قال: بل أنا الأكرم. قال: نضرب بينكم القداح، انسوا القرعة، والأكرم منكما يطعم الناس عشرا من الإبل، والمفضول ينفى إلى الشام 9 سنين. وقع القدح على هاشم، فكان هو الأكرم فأطعم الناس. أمية وعبد شمس هذا نفوه إلى الشام 9 سنوات. تخيل هذا لما يعود من الشام، ما هي الشعور، ما هي الأحاسيس التي يحملها تجاه عمه الذي فضل عليه؟ يحمل في نفسه حقدا تعبأت به نفسه. هذا الحقد ذا حمله ابنه
قلنا عاد ولد من يكون أميان ولد من حرب، فتعبأ حرب بهذا العداء، وحرب ورث هذا العداء ابنه من صخر اللي هو أبو سفيان. لذلك ترون أن أبا سفيان تأخر إسلامه جدا، وأبو سفيان متى أسلم؟ يعني هو شهد تنزل الوحي وعارف النبي صلى الله عليه وسلم زين، ومع ذلك ما دخل الإسلام. وحتى متى دخل الإسلام؟ لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يجرجر جيشا يسد عين الشمس، 10,000 صحابي. النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وعند 10,000 دخل بهم مكة، وقبل أن يدخل مكة التقى قبل أن يصل إلى مكة ويفتحها التقى بأبي سفيان، ومعه العباس بن عبد المطلب، وقال يا أبا سفيان أما أنا لك أن تسلم؟ قال أدخلني على محمد صلى الله عليه وسلم، فأدخله عليه، فقال صلى الله عليه وسلم أما أنا لك أن تسلم؟ أبو سفيان جاي دخل خيمة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وجاء المعسكر اللي هو قبل مكة ليلا، يعني كان عدد الجيش ما ظاهر يشوف نارا مشتعلة، أوقدوا نار نيران في كل جهة، وهو داخل ما عارف الجيش هذا كم هو. قال الآن صلى الله عليه وسلم يقول لأبي سفيان لا داعي لهذا الجدل، وأنا لك أن تسلم. أبو سفيان بعد تردد نطق بالشهادتين، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلعه بهيبة الجيش، على هيبة الجيش وعظمته، وأمر العباس أن يأخذه إلى زاوية وجانب ليرى الجيش وهو يعبر عند الصباح. فلما رأى أبو سفيان جيش النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 متوجها نحو مكة، أظهر ما في طويته من أنه أصلا لم ينطق بالشهادتين مسلما، بعد لا زال الرجل على جاهليته الأولى. قال العباس يقول يا عباس لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما، ملك. فقال له العباس إنها النبوة، إنها النبوة. قال نعم إنها النبوة. ولم يدخل أبو سفيان الإسلام حتى لما كان يوم حنين، كان هو خارج جيش النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبو سفيان كان في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الإسلام لم يتغلغل في نفسه بعد. ولذلك لما هزم جيش المسلمين أول واقعة، أول معركة، وانهزم كثير من الصحابة ولوا، كان أبو سفيان يقهقه ويضحك بأعلى صوته، يقول إيهم بني عبد الأصفر، يشجع المشركين، وكان يقول لن يردهم اليوم إلا البحر، يقول ما لهم ملاذ ولا مهرب إلا البحر يردهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان فرحا مسرورا بانهزام المسلمين وانتصار المشركين، ثم شاء الله أن ينتصر الصحابة وأن ينتصر المسلمون على المشركين في هذه الغزوة. أبو سفيان استمر هذا الحال معه ولم يدخل الإسلام، وكان العلماء الذين حتى ممن يترضون عنه يشكون في إسلامه. لما هذا أبو سفيان أنجب معاوية بن أبي سفيان بيجيكم تاريخه بعدين في خلافة علي. أبو سفيان كان له دور في خلافة عثمان، وولده معاوية كان له دور في خلافة علي. ما دور أبي سفيان في خلافة عثمان؟ يحدثنا عن ذلك ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب، يقول روي عن الحسن أن أبا سفيان دخل على عثمان حين صارت الخلافة إليه، فقال، يقول أبو سفيان لعثمان، يقول لقد صارت إليك بعد تيم وعدي، يعني بعد تيم بعد أبي بكر، يعني مسألة قبلية. أبو سفيان يرى أن الخلافة مسألة قبيلة وقبلية،
ما قال بعد أبي بكر وعمر، قال بعد تيم وبعد إيش؟ عدي. يعني المسألة مسألة قبائل عند أبي سفيان، عصبية جاهلية. شفت؟ يقول قد صارت إليك بعد تيم وعدي، فآدرها كالكرة واجعل أوتادها بني أمية. يعني خلاص الآن انتهينا من عهد بني تيم ومن عهد بني عدي، فليمسكها بنو أمية، أدرها كالكرة واجعل أوتادها بني أمية، فإنما هو الملك. شوف الذي يجري في دم أبي سفيان، ما كان الرجل مسلم أصلا، يقول إنما هو الملك، ما شيء اسمه خلافة ولا شيء اسمه دين، فإنما هو الملك ولا أدري ما جنة ولا نار. أبو سفيان ايش يقول؟ ما أدري شيء اسمه جنة شيء اسمه نار، خل عنك هذا السؤال الذي انتهينا منها. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وراح أبو بكر وعمر، ما تسوي لي جنة نار، ما شيء جنة ولا شيء نار، ما أدري لا جنة ولا نار. فصاح به عثمان قم عني، فعل الله بك وفعل. يقول ابن عبد البر وله أخبار من نحو هذا ردية، أبو سفيان يقول له أخبار من نحو هذا ردية ذكرها أهل الأخبار لم أذكرها. يقول بعد شيء أشد منك، يقول ابن عبد البر بعد شيء أشنع من ذا أنا تركته. وفي بعضها، في بعض تلك الأخبار، ما يدل على أنه لم يكن إسلامه سالما. من القائل ابن عبد البر يقول في بعض تلك الأخبار ما يدل على أنه لم يكن إسلامه سالما، ما كان إسلامه إسلام صحيح. عثمان بن عفان أحاط به بنو أمية، وكان رجل كبير، رجل حليم، ورجل ما يعرف الغلظة والشدة في غالب أحواله، فلذلك تدافعوه وتقاذفوه كالأمواج. الست سنوات هذه كان صامدا فيها، لكن بعد ست سنوات حدثت منه أحداث عابها عليه الصحابة. بعد الست سنوات الأولى من حكمه حدثت منه أحداث عابها عليه الصحابة،